نصبت أقنعة الإعلام عليه. فتكشف عن وجهنة وتكشف عن سمع لم يصغي إليه، وتكشف عن عين أربع سنوات مضت ورموزنا خلف قضبان السجون، وكان في نظر الخليفي والسعودي بأن باعتقال هؤلاء الرموز ستخمد هذه الثورة، بينما الثورة اليوم بعد أربع سنوات تزداد قوة وتزداد إصرارا حتى إسقاط هذا النظام، وكلنا مقاوم. ومنذ أربع سنوات والبحرين محتلة من قبل هؤلاء الظلمة آل سعود وآل خليفة بدخولهم درع الجزيرة إلى البحرين. وفي تاريخ 15 مارس استشهد الشهيد أحمد فرحان ليفضح جرائم هذا الاحتلال الغاصب، الاحتلال ما يسمى بدرع الجزيرة القادم من السعودية ودول الخليج. وتحت نهج الشهيد نقول كلنا مقاومة والثورة مستمرة إن شاء الله.